بسم الله والابن والروح القدس اله واحد امين. من سفر يونان النبي الاصحاح الثاني بركاته علينا امين. فصلى يونان الى الرب الهه من جوف الحوت وقال دعوت من ضيق الرب فاستجابني، صرخت من جوف الهاويه فسمعت لي فسمعت صوتي، لأنك طرحتني في العمق في قلب البحار، فأحاط بي نهر جازت فوقي جميع تياراتك ولججك، فقلت قد طردت من أمام عينيك، ولكني أعود أنظر إلى هيكل قدسك، قد اكتنفتني مياه إلى النفس، أحاط بي غمر، التف عشب البحر برأسي، نزلت إلى أسافل الجبال، مغاليق الأرض علي إلى الأبد، ثم أصعدت من الوهدة حياتي أيها الرب إلهي، حين أعيت في نفسي ذكرت الرب، فجاءت إليك صلاتي إلى هيكل قدسك، الذين يرعون أباطيل كاذبة يتركوا نعمتهم، وأما أنا فبصوت الحمد أذبح لك، أما أنا فبصوت الحمد أذبح لك وأوفي بما نذرته، لأن للرب الخلاص. وأمر الرب الحوت فقذف يونان إلى البر. ونقرأ من إنجيل معلمنا لوقا إصحاح 17 وفي ذهابي إلى أورشليم اجتاز في وسط السامرة والجليل، وفيما هو داخل إلى قرية استقبله 10 رجال برص، فوقفوا من بعيد ورفعوا صوتا قائلين يا يسوع يا معلم ارحمنا، فنظر وقال لهم اذهبوا واروا انفسكم للكهنه، وفيما هم منطلقون طهروا. فواحد منهم لما راى انه شفي رجع يمجد الله بصوت عظيم، وخر على وجهه عند رجليه شاكرا له، وكان سامريا، وخر على وجهه عند رجليه شاكرا له وكان سامريا. فأجاب يسوع وقال أليس 10 قد طهروا؟ فأين 9؟ ألم يوجد من يرجع ليعطي مجدا لله غير هذا الغريب الجنس؟ ثم قال له قم وامضي، إيمانك خلصك، والمجد لله دائما أبديا آمين. الحياة أحبائي فترة طويلة اتحرمنا من الوجود في بيت ربنا، بين سنتين بقالنا أكثر من سنتين، لكن نشكر ربنا إنه سمح لينا إن إحنا نوجد في بيته. ويطل باكو علينا
ويعطينا نعمة. آخر مرة كنا اتكلمنا فيها الضربات اللي الله كان جايبها على فرعون، وقلنا كان من ضمن الحاجات اللي عاقب شعب مصر أو عاقب الإسرائيليين ضربات بضربات الله القاسية، الأمراض والأوبئة والجوع والغلاء، كل ده عشان خاطر الشعب كان يصحوا ويعرفوا إن كل شيء من يد الله، وبغير الله لا يمكن أن لنا شيء. واحنا أيضا جات لنا سموها جائحة، أنا مش عارف جائحة يعني إيه، حاجة اجتاحت الناس يعني، شفنا الخوف والرعب في قلوب الناس، ونتحول ونبص حوالينا كل واحد فينا شاف المآسي اللي أصابت الكثيرين، كانت قاسية، حتى إن اللي كان بيصاب حتى بيحرم من دخول الكنيسة عشان نصلي عليه. طبعا شفتوا الأسى اللي بيبقى في الناس وهم واقفين في الحوش وعربية الموتى واقفة، هيصلوا عليه ايه بقى؟ يصلوا على العربية. ومع هذا لم نتعظ، ما فيش حد ما يعرفش حد اتنيح، وكتير زين عليهم ما فيش ساعات، حتى مش زين عليهم زودنا آلامهم، لما كان حد بيموت الناس حتى تخاف تقرب جنبه أو تشيله. شفنا منظر كتير، مناظر كتيرة، شفنا الرجل اللي أمه جات لها العدوى وعاوز ينقلها المستشفى، راح جاب بتاعت عربية الزبالة دي ولا اللي بيزقوها دي وحطها في بتاع الزبالة ده ونقلها المستشفى وزقها. مين اللي هيقرب منها ويتعدي؟ دلوقتي بس عرفنا يعني ايه كلام ربنا لما قال لموسى والشعب اتذمر عليه، قال لألا أدير وجهي عنهم، مجرد أن الله بس مفيش حد يتجرأ يقرب من الست. تخيل نفسك كده مكان مش اللي اتحطت في أو العيان اللي أصيب ده، وما ليش حد ينقله، ولما تبص تلاقي كل واحد خاف على نفسه، وكل واحد الأنانية بتاعته ظهرت والرعبة من الموت، والناس بقى مرعوبين. هو مش مرعوبين من ايه؟ خايفين يموتوا فما يجوش جنبه. ده مش كده وبس، وفاكرين لما يبعدوا عنه ويسيبوه خلاص هم هيعدوا. وشوفنا ناس كتيرة ياما لبست ماسكات وخدت التطعيم مرة ومرتين وما قدروش يهربوا من الحكاية دي، وبرضو جات لهم الوباء.
دي بتفهمنا وبتورينا أهمية الصلاة في الكنيسة. لما نقول لربنا ارفع غضبك عنا، وبعد شوية لما هديت الحكاية الناس نسيت، كل واحد راح لحاله وتغير الدفة ونسوا كل هذا. وعود ان الناس تتذلل لربنا وتراجع نفسها وتقدم توبة، اصبحوا يجروا من اللي عاوز يشوف واسطة عشان يطعم، واللي عاوز يشوف ماسك يحطه غالي ما يجيبش حاجة، ما يفكرش اكتر من كده. ما انت لو ما متش بالوباء هتموت ساعة الرهبة دي وفزع القبر مرعب، ما بنحسش بيه إلا لما بيقرب مننا. لكن نشكر ربنا إنه نجانا وأتى بنا إلى هذه الساعة. نشكر الله ونعظمه لأنه حافظ علينا وادانا فرصة تانية للحياة عشان نقرب منه حقيقي بالقلب مش بالكلام. تقول نقرب منه ازاي؟ ما احنا مقربين، ما احنا بنصلي، ما احنا بنصوم، ما احنا واحنا واحنا. اقول لك كل ده خليه على جنب. الله عايز القلب الشاكر، القلب اللي بيشكر، هي دي الحقيقة. المسيح لفت نظرنا ليها وما كناش واخدين بالنا من الحكاية ديت. المسيح كان في كل حياته صلاته كلها شكر، كان يطلع للجبال ويبيت طول الليل يصلي يشكر الآب عشان يتعلمنا ازاي نشكر ربنا. لكن احنا ما خدناش بالنا من أهمية الحكاية ديت، وايه اللي نقوله في أول اجتماع بعد الأغلاق ده، سواء ان احنا نشكر ربنا حقيقي. بنصلي، كنا بنصلي ونصرخ حتى في القداسات وفي العشيات، نقول له اجعل باب بيتك مفتوح أمام وجوهنا. صعب أوي، صعب ما يجي حتى الإنسان في موته ويلاقي الباب مقفول ومرمي في الشارع. طب بس دخلوا بس عشان نصلي عليه. إذا كان هو نفسه ما دخلش، هو حي، هو نفسه ما دخلش. كان أبونا إبراهيم البسيط القديس ده، كلنا طبعا عارفين قصته، كان ما في وعظ، ما كانش بيعرف يوعظ، لكن كان يقول لهم كلمة واحدة ويضحك كده ويضحكوا عليه، يقول لك شوفوا ده أهبل. يقول لهم اللي ما يخش الكنيسة، اللي ما بيخش الكنيسة بحريته هيخشها من غصب عنه يوم ما يموت. فكانوا يستهتروا بكلامه. العشر اللي المسيح علمهن المثل اللي ما خدناش بالنا منه ومرنا وسبناه، العشر رجالة اللي كان أصيبوا بمرض البرص. أول مرة المسيح يعمل كده، كان كل ما يعمل معجزة يقول له روح، ما تقولش لحد،
كان يخاف عليه لا يقبض عليه رؤساء الكهنة، وكان يجي قدام البعض يقول له روح اخبر بكم صنع بك الرب ورحمك، اخبر كم صنع بك الرب ورحمك، يعني روح اشكر ربنا، قول ربنا عمل معاك ايه عشان الناس تشكر الله. ال10 رجالة وقفوا قدامه وهم غرقانين في برص، والبرص وبق زي الوبق اللي كان عندنا وبق، لكن لما جم قدام المسيح شفاه. وبعدين اتلفت المسيح لقى حاجة عجيبة أوي، كانوا تحت رجليه وهم في براسهم الهم كله شايلينه، ومرارة الوحدة وبالظبط محدش عاوز خايف يلمس حد منهم مثلا يتعدي، نفس الشكل نفس الوباء بس بصورة تانية. التسعة اللي شوف يوم فرحوا قوي وهيصوا، ما بقوش مصدقين نفسهم انهم شوفوا، فجريوا عشان يقولوا لأهلهم ويقولوا للناس أهو المسونا البرص راح، ما فيش حاجة فيه في جسمنا كله، ونسي ونسيهم وراح من بالهم اللي كان سبب شفائهم. لما بنيجي لنا ضيقة نقف نطلب ونتذلل، أول ربنا ما يدينا ننسى، ما نفكرش نروح نشكره، لا ناخد بعضنا ونجري وخلاص، وأكن ما فيش حاجة حصلت. لكن كان فيهم واحد عجيب يختلف، واحد في العشرة عشر، قال له يا رب قليل، أقليلون هم الذين يخلصون، قليلين اللي يبقوا في ملكوتك. ده كان سؤال التلاميذ للمسيح، ما واحد من العشر هم شفوا وجريوا، خدوا ايه؟ خدوا شفاء الجسد. لكن المسيح بص لهم بقى وبص للجموع كده وحب يدينا الدرس. كنا كلنا بنغلط في المثل ده او في الحياه ديت، نقول شوف المسيح، الوهيه المسيح، ونتكلم على الوهيه المسيح اللي بكلمه الناس البرز دول واللي جالهم البرز دول شوفيهم، ويقول لك ونثبت ان المسيح هو الله وسلطان المسيح، ونسينا حاجه اساسيه اللي المسيح قالها لنا بس محدش لقطها، ما هو ما يلقطش كلام المسيح إلا اللي فيه روح المسيح، اللي عينه مفتوح وقلبه مفتوح. شوف واضحة كلامه خالص، ساب قصة المرض وساب الوباء وساب التسعة وسأل اللي موجودين حواليه قدامه وبصوت عالي، قال لهم الله، هي ايه الحكاية؟ هو مفيش حد طهر الا الراجل ده؟ ده كانوا 10، قالوا له يا رب هم كلهم شفيوا، امال هم فين؟ بس قالها لهم امتى؟ لما رجع الراجل بعد ما خاف، ولما رأى أنه شفي رجع يمجد الله بصوت عظيم. رجع يمجد الله يعني إيه؟ يعني يشكر الله، ما الشكر تسبيح، يعني يعظم عمل الله عشان الناس تحب الله وتقرب منه. ف
فقال لهم مش 9 كلهم ما فيش الا ده الغريب الجنس ده، يعني حتى اللي مش من شعب اسرائيل المبارك من الناس اللي هم بيعتبروا نفسهم هم اولاد الله، ما فيش الا الغريب ده اللي جه وجه يعبر عن شكره، سجد فبصوا المساء قال له امضي او قم وامضي ايمانك خلصك. خلصك يعني ايه؟ وايمانك شفاء، شفاك، شفاك يعني ايه؟ يعني خلاص انت قربت، انت بقيت هرجع الوقت تاني والابرص هيموت والتاني هيموت، لكن ده اخذ المدح من المسيح، كان عايز المسيح يعلمنا الشكر. عشان كده لما بنيجي الكنيسه نعمل اي حاجه في بدايه صلواتنا بنشكر، تقول لي ما انا بشكر، اقول لك انت فاكر احنا بنشكر؟ صحيح احنا بنشكر بالشفتين، احنا بنشكر مجرد كلام اتعودنا عليها، نشكر ربنا، نشكر ربنا ويبدا ايه يجيب لك هموم الدنيا كلها يحطها على دماغك، وبيشكر ربنا ويبدا يشتكي 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 لحد الارض ما تفتح بقها وتبقى عايزه تبلعه من كتر الشكوى بتاعته، ويشكر ربنا عمال يتذمر ويتذمر ويتذمر على كل شيء، يتذمر على الله. واحد من الاباء القديسين بيقول لما جه اخرج بني اسرائيل من مصر وتذمروا على ربنا، اتذمروا يعني ايه؟ يعني ما شكروش، يعني قلوبهم مش راضية، يعني ما عرفوش قيمة اللي الله اداهولهم، مش عارفين قيمة العطية والنعمة اللي الله بينعم بها عليهم، مش عارفين قيمتها. فأغضبوه وضربهم بالوبأ في البرية وقفنا منهم، وبدل ما يعدوا في 40 يوم قعدوا في 40 سنة. بيقول الأب ده العجيبة أنهم خرجوا، لكن ليه ربنا سابهم؟ وقال الكتاب أن سيابهم ما بليتش عليهم، ورجليهم والصنادل بتاعتهم أو جزامهم ما دقتش واتهلكت عليهم، لان ما تذمروش في الحته دي. لو كانوا قالوا تطلعنا في البريه وبعدين بعد كده الجزم لما هنمشي زي حافين في الشمس كان ضربهم بالحفه. لو قالوا والله انت هتطلعنا في البريه، طب والهدوم بتاعتنا هنفصلها ازاي وهنجددها ازاي ونجيب غيرها ازاي؟ كان طلعهم عريانين. لو كانوا شكروا ما كانش خدوا 40 سنة، كانوا خدهم 40 يوم. عشان كده بالشكر تزداد النعم. الشكر راحة، ما يشكرش اللي عينه مفتوحة شايف ايد الله اللي سنداه وشايف كل اللي يعمله ربنا هو للخير طالما هو مع الله، يعملوا الخير طالما هو مع الله. الروح القدس بيفتح العينين ويعزي الإنسان ويوري له كل حاجة في حياة الإنسان، فيشوف إزاي هو نجا،
يشوفش نفسه، لكن يشوف ايد الله اللي عليه اللي سنداه. التاني الأعمى البصيرة اللي مجرد كده أهوج، مفيش شكر لله، وحتى بقولها له كده خلاص باللسان. ما الرجل الاتنين اللي دخلوا يصلوا، قال له ما هو ده كان مرائد، أول حاجة قال له أشكرك، لأن أنا مش زي الواقف يصلي ده، الخطافين الزناه اللي لكن الله ما قبلوش. لأن الشكر ذبيحة، في صلاة الشكر وفي ذبيحة الشكر، والشكر في حياتنا هو ذبيحة، ذبيحة بتقدم لله. لما تكون طالعة مننا صادقة يشماك رائحة بخور ويديك الأضعاف، ويستمر يديك 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 لحد ما تقوله يعني أشبعتنا من كل شيء في حياتنا. لكن الذي لا يشكر الله مش هيغضب عليه. مش عايز أقول كلمة يغضب عليه دي، لكن الله هيسيبه لأفكاره، هيسيبه لإرادته، هيسيبه لنفسه، وهو هيهلك نفسه بنفسه. معلمنا بولس لما جه يكتب او لما جه يوعظ اهل روميا، ما هو عاش في الحكايه دي، ما هو عاش في تجربه، كان عايش لكن ما كانش بيشكر الله في الاول، كان حافظ الناموس ومعلم للناموس، وكان عنده غيرة، وكان رؤساء كان عارفينه، وكان يطلب منهم إذن للوالي البلد اللي هيروحها عشان يضطهد اللي بيتكلمهم باسم المسيح، وكان واقف في وقت قتل استفانوس وشاهد عليه، والثياب كانت حوالين رجليه بيطبق الناموس، لكن ما كانش عنده شكر. لكن عارف قيمة الشكر بقى لما رجع. شوف كتب لأهل روميا أول جملة، قال لهم حاجة عجيبة قوي في أول إصحاح 8. أول حاجة، أشكر إلهي بيسوع المسيح من جهة جميعكم، وفي كل رسالة بيبعتها أول جملة يقولها يشكر الله من كل قلبه، امتلأ بالروح. الرسالة الوحيدة اللي ما بدلهاش بالشكر رسالة مين؟ الرسالة اللي كتبها معلمنا بولس وما فيهاش الشكر، ما بدلهاش بالشكر. 14 رسالة، ايه هي الرسالة اللي ما بدأهاش بالشكر؟ لا يا رجل، ده عبرانيين. الرسالة لغلطي هي دي اللي ما بدأهاش في الشكر. بس شوف عشان يدخلهم بقى الإيمان حقيقي ويعرفهم، هو الحقيقة مش بيدخل بس أهل الرومي، ده بيدخلنا احنا كمان. شوف قال لهم ايه بقى، وبيكتب في الرسالة بتاعته في روميا 1:21، لأنهم لما عرفوا الله، وعرفوا الله دي يعني دي بحر، لما عرفوا الله لم يمجدوه أو يشكروه كإله،
عشان كده لما ما شكرهوش كإله ما أمنوش، وعشان ما شكروش وما أمنوش سابهم لكل واحد يمشي حسب أفكاره. لذلك أسلمهم الله أيضا لشهوات قلوبهم إلى النجاسة لإهانة أجسادهم بين ذواتهم. نبوخذ نصر صرخ لما حطوا الثلاث فتية في أتون النار، ويا ما احنا وعظنا والناس وعظت والوعاظ اتكلموا على المعجزة العظيمة، النار اللي ارتفعت فوق والتهمت الناس اللي رموهم، بس ما سألناش سؤال، هي ليه النار ما التهمتهمش؟ ليه النار ما كلتهمش؟ ما في كتير قوي اتحطوا في النار وماتوا، ليه دول ما النار ما قدرتش عليهم؟ هنا بقى وريها لنا زي المسيح ورانا العشر رجال. هنا بس كده نبوخذ نصر واتفتحت عينه، لما اتفتحت عينه شاف اللي احنا ما كناش شايفينه. قال لهم احنا مش رامين ثلاثة، انت رميته كم واحد؟ رمينا ثلاثة. قال لهم ده انا شايف الرابع بيتمشى معاهم في النار. بيتمشى معاهم بيعملوا ايه؟ كانوا بيشكرهم الله. لو ما شكروش الله في وسط الاتون كان الاتون كله. لو ما شكروش الله في وسط الاتون كان الاتون كله. قرينا يونان في وسط التجربة صرخ وصلى ونادى، بس حاجة عجيبة قوي، قال جملة واحدة لو ربنا فتح عينك هتشوفها. قال له حين أعيت فيا نفسي ذكرت الرب، فجاءت إليك صلاتي إلى هيكل قدسك. أما أنا الذين يراعون أباطيل كاذبة، يعني لا بيشكرهم ولا بيعبدهم ولا عايزين الحق، يتركون نعمته. أما أنا، وهنا تستغرب ربنا تقول لي هو شكر كده، اقول لك لا، الروح حركه من جوه. شوف اخر جمله بدا ما هو هنقول بيصلي بيقول ايه، قال اللي قاله كتبه، قال اما انا فبصوت الحمد بصوت الشكر اذبح لك. وقلت لك الشكر مش كلام، الشكر عمل، هنشوفه دلوقتي. طب هو بيذبح بصوت الحمد، هيذبح ايه؟ اذبح ليك يعني اقدم لك ذبيحة واوفي بما نذرته لان للرب الخلاص. شوف الآية 9، شوف الآية 10، فأمر الرب الحوت فقذف يونان الى البر. اللي نجى يونان الشكر، شكر في قلب، قال له انا اقدم لك ذبيحه الشكر، لان الشكر في مفهوم الكنيسه ذبيحه، قلنا صلاه الشكر وذبيحه الشكر وحياه الشكر، ثلاث حاجات كل ذبيحة بنقومها في الكنيسة هي ذبيحة شكر. الإفخارستية تناول شكر، بنرد نفس كلمات المسيح وشكر قدس وبارك، وبعدين نقوله بموتك يا رب نبشر وبقيامتك. ألا ما هو ده، هتقول ايه في موته وقيامته؟
هتشكره وتعلم قيامته من أجلك وتعلم ذبحه وعطاياه ليك. فشكر لله، لأنك أنت لما بتشكر أنت بتحض الآخرين على الشكر. لو أنت ما شكرتش هتبقى كده دخلت في الصف الثاني، المتذمرين والرافضين والمتكلين على أنفسهم. نجا يونان ونجا الفتية ونجا دانيال، وهات أي معجزة ذكرت في العهد القديم أو الجديد تلاقي وراها شكر. العين لما تتفتح الروح بيفتح العين كده ويفتح القلب يشوف اللي هو في النعمة اللي الله اديها له. تقول له امال انا ما بشوفش الحكاية دي ليه؟ هقول لك بعدين. العين لما تفتح تشوف كل اللي حصل معاهم معجزات سبقوا الشكر، مش الشكر جه بعد المعجزة كمان. وشوفنا المسيح على قبر العازر وقف يشكر، وعشان يعلمنا ازاي نشكر. كل اللي دخل في ضيقة وطلع، اقرا بقى، اقرا الاعمال الرسل وشوف معلمنا بولس لما زنق في السفينة وقامت الامواج وبدأ البحر والرياح تضرب في السفينة 14 يوم بيحاولوا عشان يركنوا السفينة مش عارفين وهم صايمين. يقول لك قال لهم كلوا بقى، كفاية كده بقى 14 يوم وسكن ربنا يوصلنا. يقول لك فشكر وأكل قدامهم فأكلوا معه وفرحوا. أول ما شكروا فرحهم فتحوا عينيهم، البحر اللي كان هايج وقف، واللي كانوا مفزوعين وخايفين ولقوا الميناء قدامهم. هو ده الشكر، حياة الشكر وصلاة الشكر ليست مجرد كلام بنقوله بالشفتين. ويكثر الشكر في وقت الضيقة، كل ما تيجي تجربة ونشكر ترفع التجربة، لكن لما تيجي الضيقة والتجربة نقعد نصرخ ونصوت وعاوزين تعزيات بشرية، يرفع الله يده. صعب عليك انك انت ترفس مناخس، صعب عليك انك انت تقاوم. كل اللي الله يدهولك، داود ده انا قلت افتح بقى الكتاب واجمع رشوات ايات عن الحمد عشان اقراها معاكم، وقفت كده غرقان لقيت اكتب كل الانجيل، اكتب سفر المزامير كلها اللي قاله داود ده كله شكر. هكتبه ازاي واجي بقى اقراه بقى تاني هنا؟ لما الانسان بيحس وتتفتح عينيه من روح الله ولقى قلبه مستقيم، يفتح عينيه يشوف النعمه اللي هو فيها. لما عين تنطمس يبقى في وسط النعمه وعمال يشتكي، تنزع النعمه منه. الابن اللي كان مع ابوه كان قاعد في نعيم، لكن لما بدا يتذمر بدا مش عاوز يقعد وعاوز يمشي وعايز اللي له وعايز مراسه وعاوز حقه بالسنتي وعايز كل حاجة، وطلع اتعرى فعرف يعني ايه النعمة اللي كان فيها. هنعرف قيمة النعمة اللي بنفقتها لما نقرب من القبر. اللي مش عاوز يعرف يعني
هيشوف. هيلاقي واحد بيخش كده بسهوله والتاني ما بيخشش، يؤخذ الواحد ويترك الاخر، لان احنا بنتعامل مع الله حسب الاشياء الجسديه، زي بتوع العهد القديم. بتوع العهد القديم كان كل شكرهم على حاجه واحده، وكل طلباتهم على حاجه واحده، وكل بركات الله معاهم اللي عايزينها حسب اللي هم يفهموه على مستوى الجسد. عايزين البهايم تولد واللبن يكتر والارض تجيب خيرات مضاعفه ويبقى ارضهم تتروز تبقى زي جنه مصر. كل طلبات الشعب اليهودي في العهد القديم هي طلبات جسديه. لما هيشكر هيموت الشكر مع الجسد وتنتهي. عشان كده احنا عايشين في نفس القصة، كل طلباتنا من الله هي جسدية، كل تذمراتنا على الله عشان أمور الأرض اللي هنسيبها، كل دي هتسيبها هتسيبها، لو ما سبتهاش بحريتك هي هتسيبك. كل الارض محدش بياخد حاجه معاه وانت عارف كده، لكن دخلنا في الهموم وبعدنا عن الله. وبدل ما نتفرغ لشكر الله والتمجيد ونتامل في اللي ادهولنا عشان نشكر عليه، ما نعرفش، مش شايفينه، مش شايفين اول ايه او اول خبر قالهن المسيح لما جه حفظناه، وما فيش حد ما حفظوش، لكن ما فيش حد فهمه كويس. النعمة اللي خدناها، هكذا أحب الله العالم. يا كفاية كده، كفاية الأربع كلمات اللي يقولهم كده، أحبني. دي ما لما تحب السلطان البشري يحبك ويقولك انا بحبك بس كده بلسانه، هتقعد تبوس ايديه ورجليه والتراب اللي تحت رجليه عشان قالك كده، وتشكره على المحبه العظيمه ديت وتقعد تفكرها له. طب ما يقولك بقى احبه والعلامه بتاعتها انه بذل ابنه علشانك، علشاني انا، لي انا ليه؟ لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون لك الحياة الأبدية. من فينا بيتأمل؟ بنتأمل في البصخ وفي أسبوع الآلام وطول الصوم نصوم وا 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 وا، لكن ما بتشكرش، قلبك ما بيشكرش، لأنك قلبك مش راضي، دايما بيتذمر. هات الطفل الصغير اللي لسه ويكبر، لما يعي تقول له ايه اول حاجه اتعلمتها من امك ولا من البيت؟ علموه التذمر، مفيش، يعيط، يرام اديله حاجه يمصها ولا ياكلها في دقيقتين وانتهت. فبص لابوه وامه انهم مجرد مخزن بياخد منه الحاجات اللي عايزها وخلاص، فلما بيكبر بيرموه في اي حته، ما بيهمهمش قوي، يعني مش حافظ، مش شاكر. الشكر لما تفتح كتاب المزامير، طبعا مش مجاله في اول اجتماع، وتشوف الشكر، احمدوا الرب، لان نقول يقول لك احمدوا الرب، ده في التسبيحه بتاعتنا كلها الاربع حوسات شكر اللي بنقولهم كل يوم، وفي الاجبيه اللي بيصليها يلاقي في كلها شكر. نشكرك يا ملكنا المتحنن لانك منحتنا ان نعبر هذا اليوم واتيت من المساء شاكرين.
في الصبح في التحليل شكر، وفي كل ساعة من ساعات الصلوات شكر، عشان نحيا للشكر. الشكر يعني رضا، الشكر يعني تمجيد اسم الله، الشكر يعني الثقة في سلطان الله، رضا ان الله يملك على القلب ويوجهه. هو ده الشكر. الشكر ان الانسان يحس قدام الله ان هو مدان ليه، فيبقى صغير، يبقى تراب ورماد. قال له انا تراب ورماد، انا عاجز عن الطفك معايا، مرمي تحت رجليه من كتر نعمك. لكن التاني يقول لك اشكر على ايه؟ انت ما انتش شايف الغلا، انت ما انتش شايف المشاكل، انت ما شايف بيعملوا بيكلمونا ازاي، انت شايف مش عارف ايه، ويمشي. طيب وبعدين؟ وبعدين هيتنوا على كده لحد ما يموت، ولو اتحط في الخشبه هيتزمر. قول لهم برضه كلام، تليفوني في بتاع دوت بتاع ده، ليه ما تجيبونيش حرير، وليه ما تحطنيش، وليه ما تعملونيش. الشكر لما يموت في القلب ويختطف من القلب، اللي بيختطفه الروح النجس الشيطان، يملك الشيطان ويتعظم ويزدهر. عشان كده الضربة اللي تؤذي الشيطان وتتعبه وتديك انتصار، انك انت تشكر، وتشكر في وسط الضيقة. شوف معلمنا بولس لأهل كولوس لما جه يبعت لهم الرسالة في كولوسي 1:12، يقول لهم شاكرين الآب. نشكر الآب ليه؟ الذي أهنا، أهنا يعني أعدنا، الذي جعلنا كفاة لشركة ميراث القديسين في النور. شاكرين الآب الذي أنقذنا من سلطان الظلمة. الله، لا فيها أكل ولا فيها شرب دي، ولا فيها لبس ولا فيها مصاريف، ولا فيها جواز ولا فيها طلاق، ولا فيها موت ولا فيها مجاملات، ده حاجة تانية خالص، ده ذبائح تانية. شاكرين الآب لأنه جعلكم أهلا لأن تقاسموا القديسين ميراثهم في ملكوت النور. هو الذي نجانا من الظلمة ونقلنا إلى ملكوت ابنه الحبيب، فكان لنا فيه الفداء. تزيد الشكر لمجد الله. كورنثوس 2:4-15. وفي أهل فليبي قال لهم الرب قريب، قريب، وقريب ديت هنجيلها مرة تانية. قريب يعني ايه؟ قريب يعني على كتافك، بس انت ما انتش شايفه، عينيك مقفولة. معاك القوة ومعاك القدرة ومعاك السلطان جنبك شايلك، وانت بتدور على واحد من البشر عشان ينجدك او يجيب لك حاجة. وبعدين ملخص الكلام عمي لأهل فليبي، لا تهتموا بشيء، بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر. من الشكر الصلاة، والدعاء شكر، والصلاة شكر، والبخور شكر، ذبيحة شكر لله كل يوم، ورفع يدي ذبيحة مسائية شكر، ذبيحة بيجتمها الله ويقبلها. لتعلم طلباتكم لدي الله، وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع.
امتى؟ هم الافكار عماله شده ليه؟ ما بيقول يحفظ افكاركم اهي، عشان انت خدت النص التحتاني من الايه وسبت اللي قبلها. نسبت ودعاء مع الشكر. لكن لو انت بصيته للشكر هيختلف كل شيء. اشكروا في كل شيء، في كل شيء، حتى في المصائب. ما هو انت عليك برضك، ما اقول لك ما بتشوفش، ما انت شايفها مصيبه، لكن بعد كده لما تنكشف قدام عينيك هتلاقيها نعمه. هتلاقي اللي انت بتعتبره مصيبه ده، دي نعمه، ده هي اللي هتدخلك الملكوت لو انت شكرت. تمسك كده، احنا كنا قبل الوباء ده كنا بدأنا في أيوب، تمسك أيوب تلاقي كله شكر رغم كل اللي فيه، وعلامة الشكر يقول الرب أعطى والرب أخذ فليكن اسم الرب مباركا. يعني اسم الرب مباركا، يعني بيشكر الرب، بنشكر الله ونقدم له الشكر في حياتنا. الشكر يدينا الهدوء، الشكر يدينا السلام، الشكر يدينا التركيز والتفكير الصح، الشكر يدينا النجاح، الشكر يدينا هدوء الأعصاب، الشكر غني يخليك من غنى القديسين تاخد من غنى الله، هو ده الشكر. لكن اللي ما بيشكرش ده، واللي عاوز بس الأكل والشرب والحاجات الجسدانية فقط شايفها قدام عينه، طب خدها كلها بس في الآخر هتسيبها، يا إما هيجي حرام ياخدها، يا إما البنك بتاعك يفلس، يا إما تحصل كارثة وتضيع عليك وتقعد تبكي تاني. لكن الشكر لا يضيع. لما يوحنا الحبيب اختطف بقى لبطمس شاف ايه؟ اقول لك يا حبيبي، الشكر ده هو حياتك اللي انت هتعيش فيها للابد. شاف الملائكة وشاف الكهنة والشيوخ واقفين يعملوا ايه؟ بيقدموا تسبيحة شكر لله، ما بيطلبوش منه حاجة، بيشكروا لأنك أنت فديتنا، لأنك سفكت دمك واشتريتنا لله أبيك. الله، إيه ده؟ ماله هيروح الملكوت يعمل إيه؟ هيروح المكان يتكلم في تمن الليمون وتمن البصل واللي غلي واللي رخص؟ مفيش. الشكر عمل القديسين في الأرض وفي السماء، والذي لا يشكر في الأرض لن يرى الشكر في السماء. علامة الشكر يا أحبائي اتعلموه مننا غير المسيحيين ونجحوا فيه، واحنا بقى عندنا مجرد كلام هوا كده. بقى الوثنيين يشكرهم، والذين لا يعرفون الله يشكرهم ويقدموا شكر الآلهة بتاعتهم. الذبائح دي ما كلها شكر، ذبائح شكر، بيقدم ابنه ذبيحة، أو المرأة تقدم نفسها ذبيحة، ذبيحة شكر لإلهها. الزانيات اللي كانوا بيعبدهم الأوثان. طب واحنا بقى الشكر عندنا كلام متشكرين يا فلان وخلاص؟ لا، الشكر بقى عمل. الشكر بقى انك انت مش باللسان ولا بالكلام، لكن الشكر محبة بالروح والحق.
بتشكر يبان في شكرك. اللي بيقوم ده الساعة في نص الليل ده والدنيا بتمطر والمطر نازل عليه عشان رايح بيت الله، ما رايح يشكر، ما رايح يقدم ذبيحة الشكر. ما الافخارسية ذبيحة شكر، والبخور ذبيحة شكر، والوجود في بيت الله شكر. فمتحمل وماشي وفرحان، بتقول له ازاي نزلت والجو كده؟ يقول لك لا ده انا كنتش، ده الدنيا حلوه قوي، ده انا انبسطت قوي في الكنيسه، انبسط في بيت الله. فكر، عاوز تقول لي طب اعرف الشكر ازاي واشكر على ايه؟ اقول لك اقعد مع نفسك لوحدك وتامل وجمع الحاجات اللي كنت عمال تعيط منها طول سنوات فاتت، كنت بتقول مفيش منها امل، مفيش مفر، وازاي بعد كده اكتشفت انها ايد الله دخلت وادتك بسخاء. معلمنا داود لما لقى نفسه كده ضجت مره وحزنته، ما تعرفش حزن على ايه، او اتهزم في معركة ولا على اولاده، جاله فكر حزن لقى نفسه فتر، هيشكر ازاي؟ فقال لنفسه كده بارك يا نفس الرب ولا تنسي كل حسناته، وقعد يعدد لها شوية حسنات اللي ربنا اداها له. تقول لي داود اخطأ مع امرأة أورية الحس، أقول لك ده خطأ مع أورية الحس ديت ما كانش نكبة عليه، هو صيعة طول عمره يبكي، لكن اديته حاجات لا يمكن أبدا كان ياخدها. اتعلم يشكر في التواضع، التواضع اللي لبسه، المذلة اللي بدأ يعيش فيها، انه بدا يبص يقول مين انا ويشوف عمل الله فيه. بدا كل مزاميره احمده 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 اشكره اشكره، والاخر قال له بقى، قال له انا غلبت، بماذا اكافئك؟ اسمع، بماذا اكافئك؟ اقدم لك ايه عن كل اللي انت اديته لي؟ فرد عليه الصوت قال له كأس الخلاص خذ، كأس التناول خذ اشرب. مات داود بالجسد، وفضلت سيرة داود وحياة داود، وجاي المسيح من نسله. ما فيش انسان شكر وعاش. فكر انت كنت ممكن تحصل لك ايه وانت طالع؟ كان ممكن انت بأبسط حاجة تتعدي من واحد. وروحك كده تبص، ما الروح بتبقى في أول يوم حاسة وشايفة اللي حوالين الجثة وحواليها يعني، وتتألم وتشوف ما تلاقيش حد جنبها ولا واحد، حتى هي كده تلف كده حوالين الصندوق هي وتلاقي مفيش ولا بني آدم. امال فين فلان وفين فلان وفين فلان؟ امال فين اللي ورثوني وفين اللي خدوا وفين وفين اللي مفيش؟ تذكر احسانات الله عليك، تذكر عمل الله ليك، تذكر عطايا الله الروحيه قبل ما تذكر حاجات جسديه. النعمه اللي اداها لنا، نعمه المعموديه اللي ولدتك تاني من جديد وأصبحت مبرر بالمعمودية وخدت الميرون وسكن فيك الروح القدس، اداك نعمة الإيمان. هي نعمة الإيمان دي شوية؟ ده في غيرك بيموت وبيشرب الذل وبيضطهد وبيتبهدل عشان ياخد واحد من مليون من اللي انت خدته، اللي انت كده بصت ولدت اختارك من بطن امك. تقول له اختارني؟ اقول لك اه،
تقول لي ازاي؟ اقول لك اشمعنى انت اللي اختارك؟ قال لي يعقوب احببتك، احبب يعقوب من البطن وابغض عيسو. قعدت ادور في الايه ديت، حب يعقوب من بطن امه وابغض عيسو، بيحب يعقوب ويعني مش ما بيكرهه، يعني ما بيدلوش مع انه باركه. تلاقي يعقوب قدم لله ذبائح شكر وذبائح صلاه كتيره قوي، يبني مذبح ويشكر ويشكر. دورت على عيسو ومفيش، ما قريتش عنه في الكتاب كله انه شكر، لكن قريت عنه انه راح في خد من بنات الناس واتجوز من بره قال له ذبيحة شكر واحده لم يقدمها عيسو. وارتفعنا ده له حق ربنا، ما هو ربنا شايف في حياتك كلها، ما عندوش زمن يستنى ما تشوفك هتعمل ايه، شاف كل هذه الاشياء. فكر في خيرات الله اللي اديها لك، فكر في الصحه الجسدانيه مع انها تروح بعد كده، لكن شوف فكر كده، شوف واحد كده فقد عينه، تخيل كده لما يقطع النور عندك يوم بالليل كده وانت قاعد وتقعد تخبط في الحيطان ومش عارف توصل، ومش عارف ان النعمه اللي فيك دي، تعرف النعمه ديت لما تفقدها، تعرف نعمه كل عضو في ايك غيرك بيتمناه فقده. لما يفقد الانسان الغني والعذر، فقصه عجب، قصة تشيب. قال له بس عاوز لعازر، بس لعازر حس انه قد ايه فقد، لكن العازر خد النعمة ديت، خد نعمة. لما ضرب المسيح المثل كان عاوز يورينا حاجة مهمة جدا عشان نشكر ونتعلم، واحنا ما فهمناهاش وما سألناش نفسنا عن الله ادانا ايه. قال لك مات المسكين وحملته الملائكة. طب والتاني حملته الشياطين، الناس الغنياء صح رموه في المقبرة كده ووضبوا له، لكن بعد كده روحوا بقى هما شافوا الجسد، وشافوا جسد ده اللي كلته الكلاب وترمى، لكن ما شافوش الروح بتاعها الاثنين. طب انا وانت في الجائحه ديت كنت دايما اسال نفس السؤال ده لنفسي، لو انت فاجاك الوباء، مين يا ابونا فلان اللي هيشيل روحك؟ هو ده السؤال، مش مين هيدفني ده؟ انت عشان الكسر بتروح تدفع الاف عشان تاخد مقبره حفره في الارض. وداود يشكر ربنا ويبارك احساناته لانه نجاه طلعه من الحفره. نجاه من الحفره، وانت بتروح تشتري الحفره. طب لما الجسد ده بقى العظيم ده صاحب الغنى ده بقى، مين اللي هيشيل روحه؟ بس محدش فينا. والمسيح لما ضرب المثل انبسطوا قوي من المثل، وقال لك شفت يا عم، عمال يقول له بس بل صباعك وحطه في بقي وابعت اخويا وابعت امي وابعت الاخوات اللي تحت، سيبك من كل اللي، لكن بص بقى بعينك المفتوحه ديت، مات المسكين. بس المسكين ان هو مش مجرد عشان مسكين، ما قرناش في الانجيل او في قصته او ما قالهاش في المثل انه كان متذمر على ربنا، وقوله ازاي تخليني في وسط الزباله، وازاي تخلي الكلاب كده تحط بي، ده كان بيشوفها نعمه ان الكلاب بتحن عليه. مات المسكين وحملته الملائكه، ومات الغني وحملته الشياطين. وكل ما عملتم بقول او فعل، ده معلمنا بولس
بيكلم بتوع كلوسي في 3:17، وكل ما عملتم بقول او فعل، كل اللي عملت اللي هتعملوه بالقول او بالفعل فاعملوا الكل باسم الرب يسوع شاكرين الله والآب به. وقال لهم لتسكن فيكم كلمة المسيح بغنى. يا سلام، ربنا لو سمع بس يدينا عمر عشان أكلمك عن الغنى ده اللي في المسيح بيدهونا وبنطلبه، غنى المسيح. لتسكن فيكم كلمة المسيح بغنى شاكرين كل حين، كل حين على كل شيء في اسم ربنا يسوع المسيح لله والآب. ربنا يدينا ان نعيش حياة الشكر لكي يكون لنا النصيب مع الذين يسبحون ويشكرون. ولإلهنا كل مجد وكرم من الآن وإلى أبد أبدين، آمين. تفضلوا نصلي.